وحول الأمن القومي العربي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين يمتد آثاره إلى المغرب العربي. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وإن تاريخ أمتنا العربية وما شهدته دولنا من أحداث في الماضي القريب يثبت لنا جميعا وبما لا يدع مجالا للشك أن ما قد يؤلم أشقاءنا بالمغرب العربي سيمتد إلى مصر والمشرق العربي ودول الخليج، وأن عدم الاستقرار في دول المشرق أو فلسطين إنما تمتد آثاره إلى المغرب العربي، وأن تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعا. إن أمننا القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فإنما نولي أنظارنا نجد أن الأخطار التي تداهم دولنا واحدة وترتبط في مجملها بتهديد مفهوم الدولة الوطنية وتدخل قوى إقليمية أجنبية في شؤون المنطقة من خلال تغذية النزاعات وصولا إلى الاعتداء العسكري المباشر على بعض الدول العربية.